أهلا بكم إلى تفاصيل. بداية، كشف الرئيس التونسي قيس سعيد أن جملة من التدابير سيتم الإعلان عنها الليلة أو غدا، تهدف إلى الرجوع إلى سيادة الشعب. وقال سعيد خلال انعقاد مجلس الوزراء التونسي إن الدساتير ليست نصوصا أبدية. وأضاف سعيد أن الحرية ستكون مضمونة، مشددا مرة أخرى على المضي في التدابير الهادفة إلى محاسبة الضالعين في الفساد. ومعنا من تونس الكاتب والمحلل السياسي أبو بكر صغير، أهلا بكم. أهلا وسهلا، مساء الخير. إذن ما الذي سيطرحه الرئيس التونسي من قرارات، وما المقصود بحديثه العودة إلى سيادة الشعب؟ أعتقد أن رئيس الدولة حسم بشكل نهائي من خلال هذا الموقف الذي أعلنه في اجتماع مجلس الوزراء اليوم في مسألة تعليق الدستور. رئيس الدولة بات واضحا ومؤكدا أنه يريد القطع الكامل مع المنظومة السياسية التي تأسست بعد 14 جانفي 2011، والتي هي أساسا منظومة في خدمة طرف سياسي معين، وكل القوانين بما في ذلك القانون الانتخابي وضع على مقاس هذا الطرف. وبالتالي رئيس الدولة اليوم يريد أن يؤسس لما يمكن وصفه بالجمهورية الثالثة، بمشهد سياسي جديد يقوم خاصة على القضاء على الفساد وعلى العدالة، وأن تكون السيادة والكلمة فيه للشعب. واليوم ما أعلنه رئيس الدولة خاصة ثلاثة عناوين كبرى، أن الاستشارة سيتم الانطلاق فيها قريبا بين كل المواطنين وليس الشباب فقط، وهذا معطى جديد سواء في الداخل أو الخارج، وستكون على منصات الإلكترونية، وأنه تم الحسم تقريبا في الدستور وكذلك في تعليق هذا الدستور وما يتمخض عن هذا الدستور من هيئات ومؤسسات دستورية على غرار هيئة السمع والبصري وعلى غرار هيئة الانتخابات. نعم، هنا بخصوص نقطة الدستور سيد أبو بكر، إذن هل اليوم تونس تتجه نحو صياغة دستور جديد أم إدخال تعديلات على الدستور 2014، وما هي البنود المطروحة للتعديل أو التخلي عنه؟ خريطة الطريق بالنسبة للدستور واضحة، هي أنه سيتم تعليق الدستور الذي أعلن عنه سنة 2014 واعتماد دستور صغير لمرحلة قد تمتد لسنة أو سنتين، وإعداد قانون انتخابي جديد. وقد سبق أن أعلن رئيس الدولة عندما التقى بأساتذة القانون الدستوري أنه ستتشكل لجنة لصياغة دستور جديد، وتكون كل الأطراف معنية بإبداء الرأي والملاحظات حوله، وخاصة دستور يؤسس كما أشرت لمنظومة سياسية جديدة لا تقوم على نظام برلماني كما هو حاصل فضفاض هش، بل على النظام الرئاسي تكون فيه السلطات واضحة بيد رئيس الجمهورية وبقية صلاحيات بالنسبة سواء المجلس التشريعي أو الحكومة. نعم، هل ننتظر هذه القرارات غدا أم خطاب يوم 17؟ لا أعتقد أن القرارات التي يعلن عنها غدا، الأرجح هو أن يكون الإعلان في خطاب يوم 17 ديسمبر كما أراده رئيس الدولة أن يكون عيد الثورة، وفي نفس اليوم ستكون هنالك إعلان عن إجراء انتخابات لاحقة في فترة قادمة بعد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع هذا الدستور الصغير الذي سينظم الحياة السياسية في تونس، والذي يتطلب في نهاية الأمر مصادقة سلطة تشريعية تتمخض عن هذه الانتخابات التي سيعلنها رئيس الدولة. نعم، شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي أبو بكر صغير، كنت معنا عبر الهاتف من تونس، شكرا جزيلا.